اهلا بحضراتكم جديد. في الحقيقه طبعا من الموضوعات المهمه اللي بنتكلم فيها الاقتصاد المصري حاجه بتهم كل المصريين. في الحقيقه عندنا تقارير من البنك الدولي بيشير نمو الاقتصاد المصري في العام القادم ان شاء الله نسبه 5.5%. للعالمين او للدارسين بالاقتصاد او حتى الملمين يعني بالتفاصيل الصغيره بالاقتصاد يعرف ان 5.5% ده رقم كبير جدا. لو اتحقق هتكون مصر ان شاء الله يعني متقدمة جدا في مجال الاقتصاد ويكون ليها دور كبير جدا في الفترة اللي جاية. طبعا لو قسمنا 5.5 على عدد السكان هيكون الموضوع مش محسوس، لكن طبعا اقتصاديا هو بيحقق طفرة كبيرة جدا. لو برضو رجعنا بالتاريخ شوية لورا حوالي 2009-2010 اعتقد وصلنا ل 7% بالتقريب. ناس تقول لا ما حسناش عن عدد السكان. ده اللي احنا عايزين نعرفه بقى باعتبار طبعا الاقتصاد مادة يعني جامدة شوية كده، اكيد نبرز التفاصيل منها بكل سهولة مع دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. صباح الخير دكتور عمرو. صباح الخير. اهلا وسهلا بيك، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. الله اكبر. اسمح لنا نخرج للتقرير ونتواصل باذن الله في هذا الحوار. تفضل. نتابع مشاركة المتطرف. توقع البنك الدولي أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وذلك خلال تقرير للبنك. وأضاف البنك الدولي في تقرير الأفاق الاقتصادية العالمية أنه من المتوقع أن تحقق مصر نموا بنسبة 5% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 5.8% خلال العام المالي 2019-2020. وأوضح البنك أن مصر شهدت تحسنا في مجال الاستثمار وصافي الصادرات بفضل استقرار سعر الصرف وقوة الطلب المحلي. وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 44.138 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بحسب ما نشر البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي. وكان الاحتياطي الأجنبي قد سجل أعلى معدلاته منذ عام 2010 في يوليو الماضي عندما ارتفع إلى 36.36 مليار دولار. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب مره اخرى بضيفنا الكريم دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. صباح الخير دكتور عمرو. صباح الخير يا فندم. اللي يرى نسبه 5.5% ده رقم في الاقتصاديات رقم ضخم يعني مش رقم هين يعني. والله يتوقف على نوع الدوله اللي احنا بنتكلم عليها. يعني في الدول المتقدمه لما بنوصل 2% لسه اقول لك الصين مثلا، ده هقول لك لو وصلنا 2.5-3 يبقى احنا ده رقم مش طبيعي عشان حجم الاقتصاد كبير. عشان حجم الاقتصاد هي بالظبط كده، زي ما نقول الفيل لو نما ب1% فاحنا هنبقى بنتكلم على زياده من حيث الوزن كميه ضخمه من الكيلوهات، بينما النمله لو زادت 5% فاحنا بنتكلم على زياده قليله. وبالتالي احنا في تقسيمه الدول عندنا الدول المتقدمه او الدول ذات الدخل المرتفع اللي منها الدول الصناعيه ومنها الدول البتروليه ثم الدول متوسطه الدخل، ودول متقسمين لشريحتين، متوسطة مرتفعة الدخل ومتوسطة منخفضة الدخل، وبعدين عندنا الدول الفقيرة. احنا تصنيفنا فين في التصنيف دي؟ لا احنا في الدول متوسطة منخفضة الدخل، يعني في الست طبقات بتوع التقسيمة دول احنا في الطبقة رقم 4 كده بالظبط. فاحنا رقم 3 رقم يعني احنا محتاجين ان احنا ان شاء الله ننتقل ونرتفع من خلال معدلات نمو عالية. بالعكس بعض الدول النامية، يمكن النمور الأسيوية كان التعبير ده بيستخدم انها كانت بتعمل معدلات نمو 11 و12% في بعض السنوات. فاحنا بنتكلم ان عشان نقدر نعمل تغيير جوهري في الاقتصاد احنا لازم ما نقلش عن 5% ان شاء الله في السنوات القادمة. ويمكن الإعلان بتاع البنك الدولي في التقرير بالأمس عن 5.5% العام القادم و5.3% حتى في العام الحالي بيجي بعد ما كان في إبريل البنك الدولي بيتوقع معدلات أقل من كده. كنا بنتكلم في 5 وكنا بنتكلم في العام الحالي في 4.8%. وبالتالي فكرة إن صندوق النقد الدولي من أسبوعين بيحسن هذه التوقعات وهذه الأرقام ثم البنك الدولي، يمكن دايما نقول القاعدة الأساسية للسادة المشاهدين المؤسسات الدولية لا تجامل. ما الأرقام هنا مبنية على حسابات بتتعمل بطريقة علمية وبطريقة حيادية، وبالتالي الفكرة هنا ان احنا بنتكلم عن
تغيرات إيجابية. كل المؤسسات الدولية سواء بنتكلم على مؤسسات التصنيف الائتماني، بنتكلم على البنك الدولي وصندوق النقد، بنتكلم على المؤسسات المختلفة سواء الاقتصادية أو غيرها، بتشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري وبتشيد بالأداء الاقتصادي. ولكن يبقى اللغز اللي أحيانا بيواجه ناس كتير جدا، إن عندنا مجموعة من الشرائح في المجتمع بتقول إن إحنا مش حاسين بالنمو الاقتصادي ده قوي، أو مش شايفينه كويس، أو مش مستفيدين منه بالقدر الواجب. ده سؤال مهم جدا برضه. صحيح. والبعض بيشوف إن ده بالعكس، ده من ساعة ما تقلنا برنامج الإصلاح الاقتصادي ده وإحنا مضغوط علينا زيادة في الأسعار، وعندنا في ضغوط موجودة. وفي الحقيقة هما الصورتين صحيحتين، سواء الصورة اللي بتقول إن في تكلفة للإصلاح عالية جدا بتتحملها بعض الطبقات في المجتمع، بالذات الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، والصورة الثانية اللي فيها نمو اقتصادي وانخفاض في معدلات البطالة وزيادة في معدلات الاحتياطي الأجنبي، زيادة في عندنا مؤشرات إيجابية كتيرة جدا. وهنا بصراحة عشان نحل اللغز ده لغير المتخصصين لازم نفهم حاجة كويسة جدا. أولا إن احنا زي ما قلنا إن تصنيفنا الاقتصادي احنا دولة متوسطة منخفضة الدخل، وبالتالي مش في يوم ولا في سنة ولا في ثلاث سنين عشان نقدر نتحرك، خصوصا في ظل زي ما حضرتك كنت بتقول الزيادة السكانية. أصلا كان دايما كنا بنسأل يعني تقريبا 2010 احنا وصلنا 7%. 2007 2007 انا فاكر حاجة كده. رقم ضخم. طب ما انعكست على الناس ليه؟ فلما جانا الرد ان الرقم الكبير بيلتهم اي زيادة بتيجي. لا مش بس الزيادة السكانية بس، هو خلينا نقول احنا كمان توزيع النمو ده على المواطنين بيتم ازاي. بمعنى ان ممكن زيادة الدخل اللي موجودة دي هي زيادة في الدخل القومي، ولكن بيحصل عليها 10% من السكان او 15% من السكان، وبقية السكان ما بيحسوش بأي حاجة لان ما حصلش زيادة في دخلهم. وبالتالي وهنا الفرق ما بين النمو والتنمية الاقتصادية. إنما لما بنتكلم على إن هذا النمو الاقتصادي نفس الرقم ممكن يكون موجود في دولتين أو في نفس الدولة، إنما لما نلاقي نفس قيمة النمو موجودة، نفس عدد المليارات موجود، ولكن طريقة توزيعها هتكون مختلفة، هنلاقي الأثر مختلف. يعني إحنا مثلا بنتكلم من 4 أيام في البرلمان المصري وهو يناقش الموازنة العامة الجديدة، انحاز لأصحاب المعاشات والموظفين اللي دفعوا تكلفة في الإصلاح خلال السنتين اللي فاتوا، وطلب الحكومة بزيادة عندنا علاوة استثنائية، وعندنا زيادة في المعاشات 15%، وعندنا مضاعفة للحد الأدنى في المعاشات. ولقينا الحكومة بتستجيب وبتغير الموازنة بتاعتها، وأصبح عندنا في الموازنة الجديدة 67 مليار موجهين إلى زيادة مرتبات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية في صورة إعفاء ضريبي وخصم ضريبي. الفئة دي وهي دي واحدة من المعضلات. احنا عندنا عدد الأسر اللي بتنتمي إلى موظفين في القطاع العام والحكومة بنتكلم، وأصحاب المعاشات بنتكلم على حوالي 9.3 مليون، بنتكلم على عاملين المدنيين بالدولة بنتكلم في حوالي 7 مليون، فاحنا بنتكلم عن 16 مليون عامل، 16 مليون أسرة، يعني يمكن حوالي 50% من الشعب. هذه الأسر عانت كثيرا من معدلات التضخم بعد التعويم في العام الماضي ومع نهاية العام السابق. زيادات الأسعار هي التحدي. يمكن أنت ما بتسأل أي مواطن هيكلمك على زيادة الأسعار. وبالتالي وإحنا بنشوف دلوقتي في برامج الحماية الاجتماعية أن حضرتك لما جيت تزود زودت الحد الأدنى، زودت الشرايح اللي المعاش بتاعها كان منخفض جدا، الزيادات في دخول كل العاملين المدنيين من الدولة حتى معمولة بشكل بحيث أن اللي في الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة بياخد زيادة أكتر من اللي بياخدها كنسبة اللي موجود في السلم الإداري أعلى، عشان حضرتك تحاول تقلل الفجوة في هذا السلم الإداري، تقدر كمان تدعم
الطبقات الأكثر احتياجا. طيب امتى دكتور عمرو بقى المواطن يشعر ان هناك تحرك اقتصادي؟ يعني امتى؟ حتى لو 5.5 دي ما اعتقدش ان ممكن برضو المواطن يشعر شوية بتحرك اقتصادي، زي انت قلت بيكون مقتصر على فئات بعينها ما بيوصلش للمواطن البسيط. متى يشعر المواطن ان هو في تحرك اقتصادي وهو هيستفيد، هو يحس بفرق اقتصادي بالنسبة له؟ هو متى نشعر ده صعب، أو مش متى يعني لا لا يعني لا مش صعب، انا قصدي متى اقتصاديا يشعر، يعني لما نوصل لكام في المية يبتدي يشعر ان هو تغير الموضوع بالنسبة لا مش مشترط. هي مش مشترط. الـ 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 انا زي ما قلت لحضرتك عشان نقدر نبقى اقتصاد بتعبير سيادة الرئيس بنعمل قفزات لان احنا اتأخرنا كتير جدا جدا. انا اتصور ان الحد الادنى المقبول هو 5، يعني اقل من كده مش هنقدر. انما انا اتصور ان احنا محتاجين 8 و9% كمان يعني. طبعا. بس يعني اعتقد يمكن من في رؤيه مصر 2030 احنا ووفقا للمؤشرات اللي موجوده دلوقتي وحتى توقعات صندوق النقد ان احنا بنتكلم في معدلات لا تقل عن 5% باي حال من الاحوال لغايه 2020. بنتكلم يمكن مستهدف خلال الفتره من 2020 ل 2024 هنبقى بنتكلم في حوالي 6 و6.5%، وان شاء الله دي مؤشرات مهمه جدا. انما خلينا نقول ان هناك اشياء ملموسه على الارض لازم ناخد بالنا منها، ويمكن ده دور الاعلام لان احيانا بيبقى فيه الحاله النفسيه وسقف التوقعات للمواطن والتوعيه او زي ما بيقولوا في التعبير العسكري الروح المعنويه. احنا اولا بنتكلم على معدلات النمو المرتفعه دي واحنا عندنا حرب على الارهاب موجوده في سيناء تحتاج الى ضخ مزيد في الانفاق العسكري والامني للحفاظ على استتباب، لان من غير ما يكون في عندنا استقرار امني مش هنتكلم على سياحه، مش هنتكلم على استثمارات اجنبيه، مش هنتكلم وبالتالي راس المال جبان زي ما بيقول، وبالتالي الانفاق اللي بيحصل على القطاعات دي هو انفاق بشكل اساسي للحفاظ على ثمار التنميه والسماح بنمو اكتر. انا خليني اقول لك ان المواطن يشعر بالنمو الاقتصادي افكره بالكهرباء اللي كانت بتقطع. المواطن بيعاني من زيادات الاسعار الطبقات المتوسطه ومحدوده الدخل، لكن الطبقات الاكثر فقرا احنا عندنا 27.5 مليون مصري تحت خط الفقر. دول كانوا قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي بيحصلوا على 15 جنيه دعم في السلع التموينية، بقوا بيحصلوا على 50. يعني الحكومة ضعفت العدد أكتر من 3 مرات، ويمكن ده أكتر من الزيادة اللي حصلت في أسعار بعض السلع. إنما هي يمكن المشكلة الأساسية إن أوقات التضخم وارتفاع الأسعار المتضرر هم أصحاب الدخول الثابتة اللي هم الموظفين والمعاشات. عشان كده انا بقول ان الشريحه الكبيره، وعشان كده بقول ان القرار اللي حصل الاسبوع ده بانك تنحاز ناحيه هذه الفئه في انك تزود لهم المرتبات والمعاشات بنسب اكبر من اللي ايوه، بس برضه دكتور عمرو النسب يعني نسبه الزياده مع نسبه التضخم الفرق كبير. ما صحيح، عشان يعني كده برضه عشان نكون بس ايه لا لا ده حقيقي يعني. لا لا انا يعني انا اقصد ان ده ما كانش موجود في موازنه السنه اللي لا فاتت. لا طبعا ما كانش موجود، وطبعا هو حاجه محموده جدا ان هو المبلغ يزيد او مبلغ يعني كويس جدا يزيد، لكن هو برضه بالمقارنه بقيمه التضخم هو الموضوع صحيح الفرق كبير. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا بنطالب الحكومه بمزيد من الاجراءات ناحيه الطبقات هو في الحقيقه دكتور الاكثر دخل الاكثر من 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 الوضع الاقتصادي ان انت الجشع من التجار هو اللي بيزيد حقيقي وبيفاقم الموضوع بنسبه كبيره. حقيقي خليني اقول لك ان بعض السلع الزراعيه سعرها بيوصل 250% و300% الفرق ما بين السلعه لما بتخرج من الارض من عند الفلاح الى ان تصل للمستهلك النهائي. فاحنا عندنا الحلقات الوسيطه دي كتيره جدا بتاخد هوامش ربح مبالغ فيها، ويمكن من الحاجات اللي بتحاول الحكومه تجتهد فيها، انما ده ما ينفعش ان هو يكون اساس فكره وجود منافذ لجهاز الخدمه المدنيه وزاره التموين والشغل اللي بتعمله القوات المسلحه في الحقيقه. انما احنا عندنا دور مهم جدا لجهاز حمايه المستهلك
جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورهم في الحقيقة ضعيف للغاية، ويحتاجوا إلى تفعيل وإعادة صياغة للتشريعات بشكل كبير جدا. دور المجتمع المدني في الرقابة على الأسواق وجمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك ومراقبة غلاء الأسعار، لأن وإحنا بنتكلم على اقتصاد سوق زمان الحكومة كانت بتفرض تسعيرة جبرية ما نقدرش نطبقها في 2018، لأن في الحقيقة اللي بينتج هو القطاع الخاص مش الحكومة. يعني التسعيرة الجبرية تنفع لو الحكومة هي اللي بتنتج كل حاجة، ده مش موجود دلوقتي، وبالتالي أنت محتاج لآليات مراقبة جديدة ومختلفة عن اللي كانت موجود. أعتقد ويمكن احنا نشدنا الحكومة قبل كده أكتر من مرة، نحتاج إلى جهاز يتنبأ بالكميات من السلع، لأن في آليات السوق ببساطة لما سعر الحاجة بيزيد الحل بتاعها إن حضرتك تزود المعروض من هذه السلع في السوق فسعرها يقل. واحنا شفنا مثلا التجربة اللي حصلت في الفراخ لما الحكومة بأجهزتها والانخفاض اللي حصل في الأسعار، ولكن لما المعروض ده ما استمرش للفترة بعد كده رجع تاني التجار يستغلوا. يعني دايما اتفرج على التجار دول لما كنا بنتكلم على خفض الجمارك، او لما كنا بنتكلم او لما الفراخ نزلت من خلال الدولة كنا بنتكلم بان ده في الاف المزارع هتتقفل واحنا مش عارف عندنا ومحتاجين كذا وهنستجيب ومش هنزود الأسعار. بمجرد ما الدولة بتبتدي، لأن المفروض ده تدخل مؤقت، بيبتدي التجار دول يرجعوا تاني يعملوا الحلقات دي. ولذلك احنا محتاجين آليات مختلفة. أتصور لو لدى مجلس الوزراء جهاز بيتنبأ بالعرض والطلب من السلع المختلفة، بالذات السلع اللي بتهم المواطن متوسط ومحدود الدخل، وتتدخل الحكومة من خلال آليات السوق بقى بأنها تسهل الإجراءات مثلا في الاستيراد. لو السلع دي بتستورد تقوم الحكومة بنفسها لبعض السلع بالاستيراد وطرح ده من خلال منافس وزارة التموين ومن خلال جهاز الخدمة الوطنية. أعتقد أن ده هيساهم كبير جدا في القضاء على الحلقات الوسيطة والجشع ده، بالإضافة إلى الرقابة من خلال هيئة السلع التموينية. طيب دكتور، برضو لو اتكلمنا عن نقطة يعني أهم بالنسبة لنا، حتى نوفر المنتج محليا لينا، التصدير. يعني نقطة التصدير دي هي اللي هتقضي أو تفتح يعني فعلا باب رزق جديد، وده اللي هيخفض من قيمة يعني إن شاء الله مصر تقوى كثيرا، ونلاقي عندنا احتياطي نقدي جيد جدا، فبالتالي نقدر نخفض من جديد الدولار أمام الجنيه، ونقدر نزود قيمة الجنيه أمام الدولار. كل حاجة دي بنتكلم عنها. صحيح، احنا العام الماضي كان عندنا الحمد لله زيادة في الصادرات، شهد تراجع كبير جدا في العجز في ميزان المدفوعات. يمكن الميزان التجاري العجز فيه قل بنسبة 15% العام الماضي. واحنا بنتكلم على التصدير، لازم نبقى عارفين ان ما لم يستطيع المنتج المصري ان ينافس بجودة على مستوى عالمي وينافس في السوق المصري قبل أن ينافس في الأسواق الدولية لن ننجح. فكرة أن احنا بننتج منتج والمنتج ده لا يصمد في السوق المحلي أمام منتج الصيني أو المنتج الأوروبي أو المنتج الأمريكي، وبعدين نتكلم على أنه هو هينافس بره، أكيد لا، هو منافس جوه أصلا، لأنه منافس جوه بالضبط كده. ولذلك هتلاقي معظم المنتجات المصرية اللي بتطبق معايير عالمية في الجودة اللي متميزة داخل السوق المحلي، هتلاقيها أصبحت احنا عندنا بعض المنتجات مع الأسف مش كتير، إنما هي موجودة كبراندات عالمية موجودة في السوق الدولي من السلع ديت. محتاجين نتكلم أكتر. يعني احنا واحنا كنا بنتكلم على واردات مصر من الموبايل في السنوات اللي فاتت، الاسبوع ده احنا بنتكلم على اننا بنصدر اول شحنه موبايل تخرج من مصر. طب الحمد لله. وبالتالي لسه اجزاء كتيره من الموبايل ما بتتشجعش بنستوردها في مصر طبعا، انما على الاقل احنا هناك دول فقيره في الموارد مثلا زي اليابان، انما بتتكلم على انتاج ضخم جدا. الامارات العربيه المتحده رغم فقر الموارد الخاص بيها جدا، انما بتستورد سلع بتعمل عليها مجموعه من العمليات وتخلق قيمه مضافه وتعيد تصديرها مره اخرى وتخلق دخل قومي. وبالتالي فكره ان احنا نتوجه للسوق العالمي والصادرات ده محتاج منافسة جديدة جدا، محتاجين أفكار مختلفة. يمكن واحد من أهم عوامل النمو الاقتصادي الشباب، فكرة المصريين نفسهم
وانت واحنا بنتكلم على صادرات المصريين الموجودين على ارض مصر 90 مليون، احنا بنتكلم على حوالي 22 مليار دولار. تحويلات العاملين في الخارج اتوقع في العام الحالي اللي احنا موجودين ده احنا هنوصل 23 او 23 ونص مليار دولار من ال 10 مليون مصري اللي بيشتغلوا بره. اللي موجودين جوه دول محتاجين تيسيرات اكبر عشان تشجيعهم على المشروعات الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال، محتاجين اكتر توجه لدعم الابتكار في التعليم والتدريب لخلق قيمه مضافه. مصر قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات اعتقد من القطاعات الواعده جدا 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 للاقتصاد المصري. عندنا شركات عالميه موجوده هنا في مصر من خلال الاوت سورسنج او التعهيد، عندنا شركات دوليه في الاتصالات بيتم تقديم الخدمه للمواطن في الرد على التليفون من هنا من مصر بالظبط. فالفكره ديت ان احنا عندنا مجموعه من المزايا في بكل الاحوال. معدل الاجر للعامل المصري هو معدل الاجر منخفض، وبالتالي ده بيخلق مشجع جدا ميزه مشجعه جدا للاستثمارات، بشرط طبعا مهم جدا وهو ان الاستثمار ده يلاقي البيئه التشريعيه، يلاقي سهوله في يعني الاجراءات. يعني نستطيع ان دكتور عون في امل ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ الامل كبير جدا جدا جدا، والامل موجود. مصر بخير طول ما الشباب بتوعنا والمواطنين بتوعنا بيفكروا دايما للاحسن. الحاله المعنويه والنفسيه في الاقتصاد هي التوقعات، وده من اهم الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها. واذا فقدنا الامل هنفقد ونخسر اقتصاديا كثير جدا. شكرا جزيلا دكتور عمرو، شرفتنا وسعداء بلقاء حضرتك. شكرا جزيلا استاذ دكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مستمرين في عالم الاقتصاد، لكن هذه المره مع عالم المال والاعمال مع الزميله مجد القاضي. نشوف فيها المستجدات في البورصه المصريه والاحوال في الاقتصاد المصري مع مجد القاضي بعد الفاصل.